حاجة بتضحك شوية عشان نفسي استغربت، يعني مكنتش مجمعة ان هي تبقى معجبة. يعني اهلا، واضح هاجر السراج. اكتر موقف مضحك حصل لي مع حد من معجبين، ان انا في مرة كنت في مكان يعني بشتري قهوة، وانا طالعة منه فشفت بنت شكلها قد يعني بتبتسم لي، فافتكرتها حد من صحابي او حد صاحبة صحابي، فروحت بسلم عليها وجاية بحضنها وبقول لها ازيك، معلش انا مش فاكرة اسمك. فقالت لي لا انا فان ليكي وكده، ممكن اتصور معاكي. فحسيت اللي هو ماشية كده احضن كل البنات يعني، فبس كانت حاجة بتضحك شوية عشان نفسي استغربت، يعني مكنتش مجمعة ان هي تبقى معجبة. يعني اكتر موقف طريف حصل لي في التصوير، يعني لحظات كتير قوي في حالة خاصة، عشان انا صوتي بيبقى واطي في المايك، فطول الوقت المدير مهندس الصوت كان بيقعد يقول لي انت محتاجة تعلي صوتك وكده، فكان دايما في الإفيه ده ما بين ان انا اقعد اشوشه في المايك واطي صوتي عن قصد عشان بهزر معاه يعني. اكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، هي مش مجنونة قوي بس كان قرار كده من غير اي تفكير، وكان جريء شوية، ان انا في سنة الكورونا سافرت دهب على اساس ان انا رايحة اسبوع وهرجع تاني، وما رجعتش، فضلت عايشة هناك لمدة سنة. لا مش سهلة ان انا اكسب، بتوتر جدا لو حد طلب مني ان انا اقول حاجة مش الحقيقة، يعني بحس ان انا عاملة كذبة بيضة. هي بتبقى المواقف اللي هو مثلا انت بتحاولي تخلعي من حاجة عشان مش عايزة تضايقي حد، او محتاجة تمشي، او مش قادرة تروحي مناسبة او كده، فبتقولي اي كلام عشان بس ما تضايقيش الشخص التاني، بس بعدين الموضوع بيتقفش كده، فبتحسي اللي هو طب كنت قلت من الاول وخلاص يعني. بس شكرا، واضح.